خلاص المدارس على الابواب، وبقى في اقبال كبير جدا على معرض اهل المدارس. هذا المعرض بيوفر المستلزمات الدراسيه والمكتبيه باسعار مخفضه، في كمان رقابه على جوده هذه المنتجات الموجوده داخل المعرض، ودي حاجه مهمه جدا عشان ما حدش يتخيل انه عشان في تخفيضات تبقى الحاجات اللي موجوده جوه والمنتجات اللي موجوده جوه اقل جوده من اللي موجوده في السوق. ده بيتم بالتعاون ما بين الغرفه التجاريه ووزاره التموين وكمان جهاز حمايه المستهلك كمان. اكيد يعني كل الناس بتبقى مهتمه جدا انها تاخد كواليتي كويسه جدا او جوده كويسه جدا بالنسبه للكراسات ولمستلزمات المدارس، وفي نفس الوقت تكون الاسعار مقاربه للاسعار اللي احنا متعودين عليها، خصوصا مع الغلاء اللي احنا شايفينه. معانا على التليفون الاستاذ محمد حسن، وكيل شعبه الادوات المكتبيه بالغرفه التجاريه. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا بيكم، صباح الفل، وان شاء الله يكون موسم سعيد علينا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله. عايزين نعرف من حضرتك نسب التخفيضات اللي موجوده في الاسعار على مستلزمات المدارس، ممكن تكون بتوصل لغايه كام تقريبا جوه معارض اهل المدارس؟ هي بتوصل لنسب التخفيض ان شاء الله من 15% السنه دي لحد 30%. دي طبعا نسبة تعتبر مش قليلة، نظرا طبعا الأسعار، وإن الأسعار العالمية مش عندنا بس، وفي نفس الوقت المعرض بيبقى يعني بدوره إن هو بيوفر السلع كلها لوجود عدد كبير جدا 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 من الشركات والمستوردين والعارضين، سواء العارضين الكبار او العارضين صغار العارضين. ده بيكون بالنسبه لهم بيستنوه من السنه للسنه، والمواطن والمستهلك بيبقى عارف ان المعرض بيضم خمس قطاعات رئيسيه: قطاع الأدوات المكتبية، قطاع الملابس، قطاع الأحذية والشنط، قطاع الأغذية، وده طبعا غير قطاع الأدوات المكتبية بيبقى فيها كل حاجة بتخص الطالب خلال العام الدراسي، بيبقى كله تحت مظلة واحدة. عظيم. المنافسة بتكون ما بين الشركات وبين بعض، وفي نفس الوقت بيبقى التاجر او المستورد ما بيتحملش القيمه الايجاريه، فبالتالي بيبقى نسبه الخصم بتوصل للعميل بناء على ان هو ما بيتحملش قيمه ايجاريه للمكان. طيب، الغرفه التجاريه. ده جميل جدا يا استاذ محمد. احنا دايما بنسعى لتقليل الحلقات بحيث ان احنا نوصل المنتج بالمستهلك مباشره، واعتقد ان ده السبب اللي بيجي او بيترتب عليه نسبه الخصم اللي حضرتك ذكرتها. ده شيء مهم جدا ان احنا نحقق كمان الاستفاده للطرفين، بالنسبه لولي الامر اللي رايح يشتري مستلزمات المدارس لاولاده يلاقي فيه تخفيضات، وكمان على الجانب الاخر العارض يحقق مكاسب. ازاي بتتواصلوا مع العارضين عشان يكونوا موجودين في هذه المعارض، وهل العارضين بيكونوا ثابتين كل سنه ولا ممكن يتغيروا؟ والله في الحقيقه هو يعني ده بقاله اكتر من، احنا بادئين الموضوع ده من سنه 2017، يعني خلاص المستهلك اتعود على جو المعرض، لان جو المعرض بيكون رحله للاسره كلها، لانه مش ممكن هيلاقي كم تشكيل ده في اي مكان غير المعرض، انك علشان تجمع كل التنوع الكبير ده عمرك ما هتلاقيه في مكتبه او في حاجه جنب البيت، لانه بيكون اليوم كله بيبقى بيجمع حاجته كلها. ده غير ان منافسه الشركات مع بعض بتخلق نوع تاني من التخفيض، يعني كل واحد ده اللي كنت هسأله دلوقتي، يا ترى الرقابة بقى الذاتية ولا وجود الناس في المعرض هو اللي بيضمن ان ما يحصلش نوع من انواع التلاعب في الاسعار، وان العارض ما يبيعش بنفس الاسعار اللي بيبيع بيها بره، سواء كان في محل او في معرض عادي مش محتاج ان هو يعمل تخفيض عشانه. زي ما قلت لحضرتك، ده بالنسبة للعارض أو للمستورد أو لكبار العارضين أو لصغار العارضين، ده موسم بالنسبة لهم، فهو مش عايز يخسر الموسم ده،
وفي نفس الوقت المنافسه بتكون شديده، لان هو عارف ان لو غلى السعر بتاعه على المستوى العادي خالص مش هيشتغل. لكن خلينا نقول ان شريك معانا في المعرض وزاره التموين، يعني ده شريك اساسي معانا، فبيبقى في رقابه داخليه، وفي نفس الوقت كل من شركات القبار دي ليها اسم، ما ينفعش ان يبقى منزل حاجه بسعر وبعدين يرجع، ده غير التخفيض، لان هو سعره بيبقى معروف خارج المعرض كام وجوه المعرض كام. طبعا. فدي في حد ذاتها الكلام ده لو اول سنه او ثاني سنه، احنا من سنه 2000 يعني دي السنه السابعه او الثامنه على التوالي، لان نوعيه البضاعه اللي موجوده العميل عارفها سعرها قد ايه بره، فبالتالي لما بيبقى الخصم مش حقيقي بيعرف وبيحس وما بيقبلش على الشراء. لكن الناس بتستنى المعرض ده من السنه للسنه علشان خلاص اتعودت، الموضوع مش حاجه جديده، مش لسه معموله. وبعدين انت حضرتك بتتكلمي في توجهات اعلى توجهات في الدوله، لان المعرض بتكليف من دوله رئيس الوزراء ووزير فاللي انا عايز اقوله لحضرتك ان الموضوع الاسعار ما ينفعش. طيب عايزة أعرف الأسعار بتبقى معلنة، بيبقى فيه زي برايس ليست كده أو جدول أسعار أو أيا كان، بيبقى متعلق على كل مكان محدد، يعني مكان للعارض أو حاجة زي كده، ولا كل واحد بقى بيدخل ويسأل وده بكام والأخبار إيه؟ اللي بيكون فيه الأسعار مكتوبة ومعلنة، وده بيبقى بناء على توجيهات من الغرفة وتوجيهات من جهاز حماية المستهلك، ان هيبقى فيه كل سلعة مكتوب عليها السعر بتاعها واضح ومعلن من غير ما حد يسأل، ومن غير ما يبقى فيه تلاعب، ومن غير ما يبقى فيه كذا سعر محطوط. طيب عظيم جدا، كويس ان حضرتك وضحت النقطة دي، ونقطة كمان حضرتك وضحتها غاية في الأهمية لازم نركز عليها، انه الناس وهي رايحة تشتري، الناس عارفة مثلا سعر الشنطة دي بره كام، وليكن سعر الشنطة دي بره 150 جنيه. فالعارض لما هيعمل عليها خصم، في بعض العارضين كنا بنسمع زمان يعني انه يجي في المعرض يروح حاطط سعر الشنطة 200 جنيه وبعد الخصم بقت 150 جنيه، فبقى نفس السعر ده هو اللي موجود بره، لكن حضرتك وضحت ان في رقابة ورقابة مشددة على العارضين، وفي نفس الوقت كمان الناس وهي رايحة تشتري عارفة سعر المنتج ده أو سعر الحاجة دي عاملة إيه، ده مهم جدا. طيب نقطة تانية عايزين نتكلم فيها مع حضرتك، وهي هل هذه المعارض بتغطي كافة محافظات الجمهورية؟ يعني عندنا كم شادر، كم معرض في المحافظات؟ هو يعني كان في اجتماع امبارح ما بين الدكتور علي وما بين رئيس الغرفة التجارية وما بين رئيس الاتحاد، هما يعني اتفقوا ان هيبقى في كل محافظة على اقل معرضين او ثلاثه في كل محافظه، على اساس ان المعارض تغطي الجمهوريه كلها. لكن احنا يعني بنتكلم على معرض الرئيسي اللي هيكون موجود في ارض المعارض في صاله الصندوق الاجتماعي القريبه من صلاح سالم. دي اختيار المكان ده مميز جدا، علشان المكان ده بيبقى قريب لمحطه مترو ارض المعارض، فبتخلي المستهلك اللي ما معهوش عربيه اللي بي 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 سهوله يعني الوصول للمكان يبقى بالنسبه له المكان قريب ليه. واعتقد ان دي نفس الطريقه المتبعه في بقيه المعارض. اما بالنسبه للي معاه عربيه ففي جراج كبير جدا جدا موجود في داخل الصاله، يعني تقدر تقول ان المكان ده بيخلي اللي ما معهوش عربيه يعني تقدر يبقى سهل عليه التواجد في المعرض، واللي معاه عربيه طبعا بيلاقي ركنه وبيلاقي مكان بحيث ان يشتري حاجته ويبقى الموضوع بالنسبه له ميسر. يعني عظيم، بقول لحضرتك دي المعايير اللي على اساسها بيتم اختيار المنطقه اللي هنعمل فيها معرض، انه يكون فيها سهوله الوصول للمكان او كده. تمام. طيب
يعني واحد من مميزات ان احنا قعدنا كده في فترة القعدة في البيت وقت كورونا ان بقى في نوع من انواع التجارة الالكترونية بقى بيزيد جدا. هل المعرض له اي ويب سايت او له اي حاجة الناس تقدر تدخل الكترونيا تختار من عليها، ولا احنا بنعتمد بقى على الصفحات الشخصية الخاصة بكل عارض ان نشوف حاجته ايه لو عايز انه ياخد بالاسعار المخفضة ولكن من غير ما يجي؟ هي طبعا التجارة الإلكترونية بقت موجودة خلاص، هي بتكون نوع من أنواع الأسعار الاسترشادية اللي ممكن المستهلك يسترشد بيها قبل ما يخش المعرض. نعم. ودي طبعا هتلاقي فيه فرق كبير جدا في الأسعار، ودي كمان يعني الناس بالفعل بتعملها، يعني دي على أساس يبقى عارف سعر الحاجة بره كام وجوه المعرض كام. انما المعرض بيستخدم التجاره الالكترونيه، لا، كل شركه بتنزل بالمنتج بتاعها وبيبقى الخصم موجود داخل قاعه المعرض، ما بيبقاش على الصفحه بتاعته او على كده. لكن المبادره كمان اللي معموله ان في بعض الشركات خلال فتره المعرض بتعمل في الاماكن بتاعتها تخفيضات من انواع الاستقطاب وكنوع من انواع الدعايه لنفسها، ان بتبيع في نفس سعر المعرض في المكتبات في بقى العربيات المتنقله دي بتكون في الميادين وبيبقى معلن عنها خلال المعرض، بيبقى فيه بعض العربيات المجهزه اللي فيها، بس طبعا ما بيبقاش نفس التشكيل الضبط اللي موجود داخل المعرض، لان الناس بتحب المعرض علشان بيبقى يوم ظريف كده، خروجه يعني، خروجه للاسره كلها، بيختار من وسط حاجات كتير، ما بيبقاش نازل محدد هو جايب ايه، ولما بيبقى جايب ايه مع العروض والخصومات والحاجات اللي بيشوفها بيشوف بيجيب حاجات اكتر من اللي هو كان عامل حسابه. طبعا ان في برضو من ضمن المميزه ان كان السنه دي عندنا استاذ محمد، بس ممكن تغير المكان عشان الشبكه مش كويسه فالصوت مش واضح. الو، اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك احنا السنه اللي فاتت عملنا كان في برضو حاجه لتسهيل للمواطن، ان كان في بعض الشركات بتاعه التقسيط بتبقى موجوده داخل المعرض، ده غير البنوك يعني بيكون موفرين المكن اللي تقدر توفر السيوله النقديه لكل الناس، بحيث ان ما يبقاش يعني المستهلك يقدر يلاقي مكن الالي يكون موجود. الصوت مش واضح يا استاذ محمد. الو، طيب يا فندم. ايوه ايوه، اتفضل يا فندم. كده كويس؟ اه تمام يا فندم، اتفضل. حضرتك كده سامعني؟ تمام استاذ محمد، يعني في دقيقة واحدة في آخر يعني نص دقيقة كمان عندنا قبل الموجز، احنا المعرض مستمر ولا هينتهي بفترة محددة أو محدد له فترة محددة؟ المعرض هيبدأ يوم 15/9 لحد يوم 29/9. إن شاء الله. إن شاء الله. كل الشكر ليك الأستاذ محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، شكرا جزيلا لحضرتك.